الحمد لله، والله توفيق من عند ربنا. ديك شايف اللعيبه تتعب تجتهد، عندها طموح. بشكرهم، بشكر مجلس اداره النادي اللي مساندنا واقف جنبنا بشكل كويس جدا. ان شاء الله باذن الله بوعد جمهور ابو صوير باذن الله هننافس على دوري الترقي، لان انا عندي لعيبه عندها طموح. الحمد لله على المكسب. احنا طبعا واخدين كل ماتش بماتش الحمد لله، وده مجهود الله العظيم. اللعيبه واللعيبه دي رجاله قوي، ولعيبه صغيره في السن كمان، وزي ما مراسل النادي اتكلم عليهم قبل كده وقال لك ان هم لازم يتبص عليهم بصه، المفروض يجي يتبص عليهم بصه كويسه. لقيت دول لعيبه فعلا كويسين والحمد لله. واحنا بنشكر الاداره اللي واقفه مرانا بصراحه، مش مخليه اي حاجه خالص. الفوز ده وتقدير الجماهير دي تعبت معانا والله، والاداره والله، والدنيا كلها واقفه معانا والله. ابو صوير، والف الف مبروك لابو صوير كلها والله. طبعا ما نستحقش الهزيمه ابدا. فرقه ابو صوير الهدف الاولاني من تسلل واضح جدا 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 جدا، وفي علامه استفهام كبيره جدا على التحكيم النهارده. كره اوف سايد واضحه، ورغم الاوف سايد الراجل يونس سندها بايده، عدلها قدامه وراح سجل ومشى الخطأين. الحمد لله رب العالمين. اولا ببارك للجماهير العظيمه اللي جت ورانا دي، بيجوا ورانا والله كل الماتشات. ببارك للفريق، وببارك للاعيبه، زمايلي لعيبه رجاله جدا، وان شاء الله باذن الله مكملين للاخر ان شاء الله لغايه الصعود باذن الله، وربنا يكرمنا ان شاء الله في اللي جاي. وبنشكركم على تواجدكم النهارده، احنا بصراحه يعني احنا مش متابعين خالص، بس ان شاء الله احنا ان شاء الله احنا هنجيبكم باذن الله، هنجيبكم ورانا كل الماتشات، عشان احنا فرقه كويسه وادائنا كويس، معانا جهاز فني محترم، معانا اداره محترمه، وان شاء الله ربنا يكرمنا في اللي جاي باذن الله. الخير واللي جاي احسن ان شاء الله يعني. صراحه اللي جاي احسن ان شاء الله يا كابتن، وتوفيق للفرقه وكده، والكابتن عاطف طبعا اداء كويس قوي، ومدينا الثقه يعني، الثقه فيه وكده الحمد لله يعني. والله الحمد لله رب العالمين. الجماهير كان ليها دور كبير قوي النهارده، الحمد لله ربنا كرمنا، عشان الناس دي بتحب ابو صوير، واحنا والله يعني بنبذل يعني اقصى جهد عندنا عشان نفرح الناس دي، والحمد لله ربنا يكرمنا ونفنش الدور الاول باذن الله. اول باذن الله يعني انا بقول لفرقه ابو صوير مبروك، بقول لفرقه الشرقيه النهارده هارد لك. احنا ادينا مباراه كويسه بس مفيش نصيب. ديك شفت في اخر الماتش ثلاث كور، كره على خط الجون مش عايز اخش. اكيد ربنا يشيل لنا خير ان شاء الله. احنا بنتعب والله العظيم. بقول للجمهور نستحمل شويه ونقف ايدنا في ايدين بعض، وباذن الله باذن الله زي ما بدانا في الاول، وربنا بيكرمنا طول الماتشات دي كبه، وان شاء الله من الماتش الجاي باذن الله على ارضنا نكسب باذن الله باذن الله. الحمد لله. هي يعني هي كره كده، لازم تقف شويه تمشي شويه، تخبط وتدخل، تخبط وتطلع. الكره على خط الجون ما دخلتش، ما الحمد لله ربنا كاتب ان هي ما تدخلش، واكيد ربنا يعني هيعوض تعبنا ان احنا قدام ان شاء الله نكمل، وربنا يسهل يعني هنعمل ايه.
لعبنا، بلعب فرقه كبيره اسم وتاريخ في عالم كره القدم من نادي طنطا، وفرقه محترمه وفرقه كويسه جدا جدا جدا، وكنت اعمل لها حساب كويس قوي، وعارف قد ايه ان المباراه دي مهمه قوي، وعارف قد ايه ان ده نادي شعبي يعني نادي جماهيري، وعارف قد ايه ان الجمهور بيقرا طنطا. الحمد لله رب العالمين، يمكن بفضل الله سبحانه وتعالى، الله يبارك فيك، بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بتركيز اللعيبه النهارده والتزامهم ونفذوا فعلا اللي احنا كنا عايزينه بالظبط بفضل الله. عايز اقول لك ان 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 ان, إن, إن الفوز ده مش بتاع احمد الكاس ولا الجهاز الفني، هي بتاعت منظومه عمل بدايه من رئيس مجلس اداره الشركه او رئيس مجلس اداره النادي واعضاء مجلس اداره، مرورا بالاستاذ مدحت صمودي اللي هو مشرف على الكوره، بالجهاز الفني، بالجهاز الطبي، بالجهاز الاداري، بالعاملين. هي منظومه عمل متكامله، ربنا سبحانه توج لنا النهارده لقصه الكفاح النهارده بمكسب غالي مع فرقه تقيله ومحترمه ليها اسم تقيل. الحمد لله، واحنا الحمد لله كابتن كان مشينا بخطى ان احنا الاول، ونجينا هنا برضو على اساس ان احنا الاول، وربنا كرمنا والحمد لله على المكسب النهارده. الحمد لله بعد المكسب ده للكابتن والجهاز الفني، الجهاز الفني ومجلس الاداره واللاعيبه اللي تعبوا النهارده في الماتش. الحمد لله. طبعا ده شرف لاي حكم يلعب مباراه زي دي، سواء حتى مباراه يعني صحاب قمه او في وسط الجدول. النهارده مباراه في جميع الاحوال ما تقلش عن الدوري الممتاز من حيث التهديف واللعب والتكتيك، مباراه عاليه جدا، انا شايفها اعلى من مباريات كتيره جدا في الدوري الممتاز، وشرف لاي حكم يلعب طبعا ماتش زي دي. اتمنى طبعا مبروك طبعا الاول نادي سميد ابو قير والكابتن احمد الكاس، يعني الحمد لله على كل شيء، يعني الحمد لله نحمد الله. يعني خفاجه طبعا من اللعيبه الكبار طبعا، اللي طبعا كان الفرقه في اشد الحاجه الاحتياج ليه، طبعا لعيب عنده حلول ويعرف يجيب جون، لكن طبعا لسه اول مباراه بالنسبه له، لسه راجع من الاصابه، فطبعا هو اضافه قويه جدا للفرقه في الماتشات اللي جايه، وان شاء الله ربنا يوفق الجميع ان شاء الله ويكرم. يعني طبعا ده نادي طنطا ده ناديه، يعني نادي طنطا ده ناديه، وانا شايف ان الدنيا مش ماشيه كويس معايا، فانا طبعا يعني خبر انا تقدمت باستقالتي للسيد المحترم رئيس النادي طنطا الاستاذ فايز عريبي، بشكره جدا 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 على مساندته ليا طوال الفتره اللي موجوده بامانه، اللي ما باكلش بيها عليا في اي شيء من الاشياء. بشكر لعيبه نادي طنطا اللي ما كانش التوفيق محالفنا في الماتشات اللي فاتت، بشكر كل الناس اللي ساندتني، بشكر اعضاء لجنه الكوره، بشكر كابتن محمد شوقي نجيب، كابتن دكتور ياسر الجندي، والدكتور هابب كومي، وكل الشكر وكل الشكر للاستاذ فايز عريبي رئيس مجلس اداره نادي طنطا، والاستاذ احمد ثروت نائب الرئيس على مساندتهم ليا طوال الفتره الماضيه. فعلا ده ناديه وده بيتي، لكن نظرا طبعا لسوء التوفيق اللي احنا بنمر بيه، كنت لازم ان انا اتقدم باستقالتي طبعا، يعني وفي فرصه ان شاء الله ان هم يدوروا على مدير فني جديد بامر الله.